أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من مدرسة أورينت الافتراضية نبدأ درس الكيمياء لهذا اليوم وفقا للمنهاج الليبي. نرجو من الله تعالى أن يستفيد جميع الطلبة ويساعدهم ذلك في تحصيل علمي ممتاز. أعزائي الطلبة، سنستكمل درسنا اليوم عن مجموعات الجدول الدوري. بدأنا في الدرس الماضي بالفلزات واللافلزات، وميزنا بأن الجدول الدوري كان مقسما إلى فلزات ولافلزات وأشباه الفلزات، وكان في الوسط يحتوي على مجموعة من الفلزات الانتقالية. في درسنا هذا اليوم سوف نبحث في أهم الفروق بين الفلزات واللافلزات. الفلزات تكون عادة صلبة عند درجة حرارة الغرفة، مثل الصوديوم، المغنيسيوم، الحديد إلى آخره، ما عدا الزئبق HG حيث أنه المعدن السائل الوحيد، بينما اللافلزات تكون عادة غازات ما عدا اليود والفوسفور والكبريت والسيليكون، و البور والكربون تكون مواد صلبة، والبروم مادة سائلة. بالنسبة للفلزات تتميز بدرجات انصهار وغليان مرتفعة ما عدا المجموعة الأولى التي تحوي على الليثيوم والصوديوم والسيزيوم، بينما اللافلزات لها درجات انصهار وغليان منخفضة ما عدا البور والكربون والسيليكون. الفلزات موصلات جيدة للحرارة والكهرباء، وهذا معروف عنها حيث أن المعادن تستخدم في توصيل الكهرباء والحرارة مثل النحاس بالأخص، بينما اللافلزات فهي موصلات رديئة للحرارة والكهرباء ما عدا الكربون والجرافيت حيث أنها تعد من الفلزات الرديئة. الفلزات تكون عادة لامعة قابلة للسحب والطرق ولها قوة شد عالية، أما اللافلزات فتكون باهتة ولينة ولا يمكن سحبها إلى أسلاك حيث أنها يمكن أن تنكسر أو تتقطع بسبب ليونتها. الفلزات معظمها مركبات أيونية، بينما اللافلزات معظمها مركبات تساهمية أي تشكل روابط مشتركة. الفلزات أكاسيدها عادة قاعدية أو أمفوترية أي أنها تشكل أكاسيد أساسية، هذا ما كنا نسميه بالمنهاج السوري أكاسيد أساسية، بينما اللافلزات تشكل أكاسيد حمضية، والذي يميز بينها هو قياس pH المحلول حيث أن الأكاسيد الأساسية عندما توجد في محاليل تكون pH المحلول أكبر من 7 بينما الحمضية تكون أصغر من 7. الفلزات تكون مع الحموض غاز الهيدروجين، بينما اللافلزات لا تكون غاز الهيدروجين إطلاقاً. الفلزات تكون أيونات موجبة أي كاتيونات مثل الصوديوم، حيث أنها عند ارتباطها مع أي عنصر آخر فإنها تضطر لأن تخسر إلكترونا حتى ترتبط معه، وبالتالي تشكل أيونات موجبة، بينما اللافلزات فإنها تكتسب إلكترونات من عناصر أخرى عند ارتباطها معها وتشكل أيونات سالبة أي أنيونات. سوف أعطي أمثلة عن تشكيل المركبات الأيونية وتشكيل المركبات التساهمية، وذلك فقط للمراجعة. مثال على المركبات التساهمية هو مركب غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، حيث أن الكربون يعد من اللافلزات وأيضا الأكسجين. الكربون يشكل 4 روابط تساهمية مع الأكسجين، حيث أن الكربون لديه 4 الكترونات على السطح، وبالتالي يحتاج إلى 4 الكترونات أخرى، فإنه يتشارك تشارك بأربع الكترونات مع الأكسجين. كذلك الأكسجين لديه 6 الكترونات على السطح، فإنه يتشارك، فكل ذرة أكسجين تتشارك بإلكترونين مع ذرة كربون. والتشارك هو توضع الزوج الإلكتروني في المنتصف بين الذرتين، أي أن الزوج الإلكتروني لا ينتمي إلى هذه الذرة أو هذه الذرة، إنما هو عبارة عن رابطة مشتركة بينهما. بينما المركبات الأيونية مثل مركب NaCl وهو ملح الطعام، الصوديوم مقدم إلكترونا للكلور وبالتالي يشكل أيونا موجبا،
والكلور يكتسب الكترون من الصوديوم ويشكل أيونا سالبا، فالرابطة بينهما أيونية، أحد الذرتين قدمت الكترون والأخرى اكتسبت. سنبدأ بالحديث عن المجموعات كل على حدة. أولا مجموعة الفلزات القلوية وهي المجموعة الأولى، لاحظوا الرقم واحد فهي المجموعة الأولى، تسمى مجموعة الفلزات القلوية، والتي تحتوي على الليثيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الروبيديوم، السيزيوم، الفرانسيوم. أعيد، تحتوي على الليثيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الروبيديوم، السيزيوم، الفرانسيوم. ذكرت سابقا بأن الصفات الفلزية تتناقص من يسار الجدول إلى يمينه وتزداد من أعلى الجدول إلى أسفله، وبالتالي فإن أكثر هذه العناصر فعالية هو عنصر السيزيوم. يتميز الليثيوم بأن لونه رصاصي فاتح، أما الصوديوم فهو رصاصي خفيف وفاتح، أما البوتاسيوم فلونه أزرق فاتح، الروبيديوم أبيض فضي، السيزيوم أبيض فضي. إذن الليثيوم والصوديوم رصاصي فاتح، والروبيديوم والسيزيوم أبيض فضي، والبوتاسيوم أزرق فاتح. علينا أن نحفظ ألوانها لعل أي سؤال في الامتحان من أخطر الإجابة الصحيحة ألا تفوتنا علامته. بالنسبة لدرجات الانصهار، فإن درجة انصهار الليثيوم تعد هي أعلى درجة من بين العناصر الموجودة في المجموعة الأولى، ثم يليها عنصر الصوديوم، ثم البوتاسيوم، وهكذا، أي أن درجة الانصهار تتناقص من الليثيوم إلى السيزيوم، أي من الأعلى إلى الأسفل، بينما الكثافة تكون مخالفة لها، حيث أنها تزداد من الأعلى إلى الأسفل، حيث أن السيزيوم هو أعلى كثافة من باقي المركبات الموجودة، حيث أن السيزيوم هو أعلى كثافة من باقي العناصر الموجودة في المجموعة الأولى. ذكرنا سابقا ونؤكد بأن السيزيوم هو أكثر الفلزات فعالية، أي أكثرها نشاطا. إن السيزيوم لونه فضي ويميل إلى الذهبي، وضعت لكم صورة للتوضيح أكثر. الآن بعض الصفات الهامة لهذه العناصر: الليثيوم لون لهبه أحمر، الصوديوم لون لهبه أصفر، البوتاسيوم لون لهبه أرجواني. من خلال التجربة سأوضح لكم ذلك. أخذنا كمية من الماء وأضفنا إليها بضع نقاط من بروماتيمول كملون حتى يتضح اللون أكثر، ووضعنا فيها قطعة من الصوديوم. سنلاحظ، أولا نلاحظ بأن الماء تلون باللون الأزرق، وبأن قطعة الصوديوم يتناقص حجمها تدريجيا، حيث أنها تتفاعل على السطح وينطلق غاز الهيدروجين مع الماء. أما إذا أخذنا قطعة من البوتاسيوم ووضعناها في الماء، نلاحظ احتراقه بلون أو بلهب أرجواني، وينطلق أيضا غاز الهيدروجين. لنلاحظ معدن الصوديوم، إنه معدن لين يمكن قطعه بواسطة سكين، وإذا قطعناه نلاحظ بأن السطح فضي لماع. إذا أخذنا قطعة منه وأردنا أن نرى تفاعلها مع الماء، إن الصوديوم معروف بتفاعله الشديد مع الماء، انظروا، سينطلق غاز الهيدروجين بشدة، حيث أن التفاعل يحدث على سطح معدن الصوديوم، واللون لون اللهب أصفر كما تحدثت سابقا، وهو يختلف عن لون لهب البوتاسيوم ذي اللون الأرجواني. إذن يتفاعل الصوديوم مع الماء بشدة ويتشكل محلول أساسي من هيدروكسيد الصوديوم.
أهم تفاعلات الفلزات القلوية وهي: أولا تفاعلها مع الأكسجين. أهم تفاعلات الفلزات القلوية وهي: أولا تفاعلها مع الأكسجين، حيث أن تفاعلها مع الأكسجين سوف يعطيني أكسيد، مثال البوتاسيوم، وهو عبارة عن مادة صلبة S solid أي صلب، مع الأكسجين الغاز البوتاسيوم وهو مادة صلبة، مع الأكسجين الغاز سوف يعطيني أكسيد البوتاسيوم وهو مادة صلبة أيضا. مع الماء كما وجدنا التجربة السابقة، الصوديوم الصلب مع الماء سوف يعطيني هيدروكسيد الصوديوم وهو عبارة عن محلول AQ، وينطلق غاز الهيدروجين، وهو تفاعل الصوديوم مع الماء يحدث بشدة وينطلق غاز الهيدروجين، ويتشكل محلول أساسي من هيدروكسيد الصوديوم. مع الكلور الصوديوم مع الكلور يتشكل كلوريد الصوديوم وهو ملح الطعام. لاحظوا الفرق بين ميزات الصوديوم عندما يكون بمفرده وبينما عندما يكون داخل مركب. الصوديوم عندما يكون بمفرده يكون معدن لين فضي لما، بينما عندما يكون داخل مركب كلوريد الصوديوم فيكون عبارة عن مادة صلبة لونها أبيض وهي ملح الطعام. لديكم هنا تجربة أخرى لتفاعل البوتاسيوم، عفوا لاحتراق البوتاسيوم. نلاحظ بأنه يحترق بلون أرجواني خلافا على احتراق الصوديوم الذي يحترق بلون أصفر. سأوضح لكم تفاعل الصوديوم مع الكلور من خلال التجربة، حيث أخذنا قطعة صوديوم ووضعناها في ملعقة صغيرة داخل أنبوب، مررنا عليه غاز الكلور. غاز الكلور يتضح بأنه لونه أصفر. الآن من اللهب الذي سطع على الملعقة يدل على تفاعل بين الصوديوم والكلور. ينتج عن هذا التفاعل بالتأكيد ملح الطعام، وبالتالي سنجد بأن الملعقة بعد انتهاء التفاعل وتوقف اللهب قد امتلأت بملح الطعام أي ملح كلوريد الصوديوم. أعزائي الطلبة، شكرا لحسن استماعكم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى اللقاء في درس قادم.